خويا هاد الحفار اش نقول لك، راه مقهرونه. بعدا عندك هذيك ديال السيدي عثمان، هذيك المره بعدا طاح واحد مسيد من الموطور مسكين، راه كان تهرس. الله الا كنتو نتوما واقيلا صورتوها بعدا نيت. هذيك عاوتاني اللي في الشارع ديال محمد الخامس، كانوا جاو صلحوا الشبكه الكهربائيه، خلاوها هكاك، بنادم تيجي زدف ها المورتيسور تهرس، ولا ما كاينش حتى بانو ولا باش يعلمك بلي راه كاين حفره ولا راه محفره، ولا تجي على غفله داك الشارع انت حافظ دوز منه حتى ما عندك فين تهرب، حتى تدخل في الحفره ديريكت. هادشي ما عرفناش علاش تيحفروا ويخليوه هكاك، ما فهمتش واش ما تيتخلصوش واش ما نعرف. حنا كنا نتمنوا بعد هاد الزياره الملكيه بعد غير تقادوا هاد الحفار القدام، ساعه زادوا لنا حفار اخرين جداد. هذه اللي تزادت هنا حدا قهوه القادسيه هبطت غير بوحدها، الاخرين اللي في طريق فرحيه عاوتاني راه بلا حساب، راه كاين اللي عندها تما 3 سنين 4 سنين ويا تما. هادشي غادي يتزاد. حنا بالنسبه لينا حنا كسائقين ديال السيارات، اقل حاجه اللي تنطلبوها منهم اقل حاجه يديروا بانو، اقل حاجه الا ما قدروش يصايبوها ولا ما عندهمش لي مويان باش يصايبوها يديروا لنا غير بانو باللي راه تزاد الحفره اليوم هنا، باش ما نبقاوش كنفسو على السيارات ديالنا ولا نتحبوا ولا نتسبوا في حوادث السير. ولا كاين في بعض الحالات تتخرج الصباح للخدمه ديالك تيكون الشانطي مقاد مصايب، تتمراجع في الليل تتفراني على غفله تتسبب في حادث السير، تيدخل فيك واحد من اللور ولا شي حاجه. حنا دابا الله يرحم الوالدين تنطالبوا المسؤولين، الله يرحم لكم الوالدين الا ما صلحوا هاد الطرقان هادو ديالكم، راه ولينا تنحشموا نقولوا كاع راه حنا مزيو كاع.